فأزرقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يرجم الزراع ليغيب في ملك بعد الذي أمر بالضايات من مغية ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا أصواتكم فهو صوت النبي ولا تجلوا بقوله هذا لبعضكم لبعض هذا بدا أحوالكم أن تنابزوا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم يتوالهم مغفرة وأجر عليهم الأمر لقنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والنجوم والإنسان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تناكزوا للوالدين مثل الفسوق بعد الإيمان أما المملكة فأولئك هم الظالمون اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يكون لما قيم إذا فكرتم تولى إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ونزلنا من السماء
جنات وحب حسين فاطمات الله طب النقيل في ظل هلالي في بلدة ميتة جلالي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادى المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة الحق ذلك يوم الخروج نحمد به ونميت به المصير يوم تشقق الأرض ونمسك عليك الجهل علينا يسير نعلم مما يقولون رحمن كريم جبار ملك الغلام يخاف وحيد الرحيم الداريات دروا ملات عمر الداريات يسرا سبحان الله ترد الأسد وإن الدين لغامر والسماء ذات الحبوب لم يقول مختلف فبعد من وفق الرسول في غمرة السلام يسأل أيان يوم الدين على النار يفتنون إذا تحيا الذي قم به تستجلون إن المتقين في جنات وعيون ناظرين ما وربوا منا كانوا قبل ذلك محسنين قليلا من الليل ما يهجرون وهم يسافرون أموال حق للسائل والمرؤوم آيات للموقنين أبو صفحة لا ترسل وبالسماء ما تهدون ورب السماء وقالوا إن أولاق لما أنكم تنظرون تعيد بيت إبراهيم المكرمين دخلوا عليه قالوا سلام على سلام وهم مكرون إلى هذه بدا بعيدا ثمين فغلبوا إليه قال لا تأكلون أوجس من غيبة قالوا لا تأكلوا مجرون ولا في صلاة وجاء وقال عجوز عظيم قال ربك إنه الحكيم الحليم ربكم ربكم أيها المرسلون إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين عليهم بشارة من دين مصومة عند ربك للمذنبين من كان فيها من المؤمنين وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقرأنا فيها آية لله لا يخاف العذاب الأليم موسى إذا ارسلنا عليهم الريح العظيم والشيخ عبد العليم لا جعل لهم العظيم يقول لهم تمتعوا حتى إلا توبوا ربي ما أخذتم سائرتهم من خيار ما كانوا منتصرين منهم إنهم كانوا قوما فاسقين أرينا أهيدي وإنا لم يوسعون فلسنا فنعم الماهدون من كل شيء حرنا زوجين لعلكم تذكرون الله إني لكم من نذير مبين لا تدروا مع الله إلى الآخر إني لكم من نذير مبين كذلك ما أكل الذين من قبلي من
صبيبا قوم داود فتولى عنهما عتبقا فإن ذكر يطبع المؤمنين ولا تجنى ليس إلا ليعبدون ما أريد وما أريد أن يتم إن الله هو الرزاق القوة المتين إن للذين ظلموا ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما أتاهم من أمر من جهة كل ريب ما كسب كنا قبل في أهلنا مشغلين أمن الله علينا وقانا على الصموم إنا كنا من قبل نبيه إنه هو البر الرحيم وما أنت إلى من ربك بكاهن ومجنون أم يقولون قالوا ما تربصوا في ريب المنون قل تربصوا إني معكم من المتربصين تأمروا أولهم يا أيام قوم داوود وإن للذين ظلموا على من دون ذلك ولكنهم لا يظلمون وإنك بعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم فسبح وإنك بإذن الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا على من دون ذلك أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولا أدى أمر ربي الجلدى لا تمنى بالله على الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا إله إلا الله أن يظهر معه من يشاء إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا قال الأمان تولى أجينا ولم يجد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بالحسنى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى الذي تولى حين فاتى الله يرحمه
حجر وقضاك وهاركون وأنتم سامدون مكدون الله وعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتربت الساعة وشق القمر يرد ويقول سر مستمر وكذبوا واتبعوا بشرا منا واعدا نتبه ما يرى في الله فزوره ويحلقون مرسل الناقه ان طلهم فارتضيهم واصطبي ونبئهم ان المعرفه بين كل جل محتوى ولقد يسرنا القرآن ولقد جاء بأمر النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذنا أعدائي المهتدين أكفاركم خير من أولئك أم لكم بلاءكم في الزبر أم يقولون نحن جميع الله بصير سيلزم الجمع ويولون الدبر ويستهق أبعدوا مساعة عنا وأبروا المجرمين في ضلال مصر يوم يسحبون النار على وما أمهرا إلى واحدة القمر من مصر ولقد أهلكنا أشعب عن المدكر وكل شيء يريد كل صغير وكبير مصر إن المنتظر عيد الناس والنهر صدق عند مليك المقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علق القرآن صار له البياض الشمس والقمر يسعد والنجم والشجر يزيدان والسماء يا ربكما تكذبان يا
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان تصر عليكم أشواظ من نار ونحاس المجرمون يطوفون بينها وبين حميم يعني لا ربكما تكذبان مرحبا اللهم ربي أنت تعني بي ربكما تكذبان كما تأمنا ربكما تكذبان في معنا هل ربكما تكذبان متبين على من كل إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس اللهم لا جان يا ربكما تكذبان كأنهن اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء لسار إلا جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم لا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأطي رزان وطرد في ستة أيام ثم استوى على العرش يقلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل إلى السماء وما يرج فيها ومعكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير السماوات والأرض والأرض الجور يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأجرون أجرا كبيرا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وتغيى من ذاكم كنتم مؤمنين آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم رؤوف رحيم ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا في بدر وقاتلوا وكلهم أدرى يسعلهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم
من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يرادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم غرتكم الأماني حتى جاء الله يغركم بالله يغرون ألا ظل يؤخذ منكم فدية من الذين كفروا شغ غروبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا من قوتوا لذا وما نبل فتار عليهم لما تفاد قلوبهم وكثير من أباسهم إلا الله عند موت حتى ينالكم رايات لعلكم تحضرون المصدقين والمصدقات وأقرب الله أبا هذا يضعف لهم الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلنا ما أصاب من مصيبة في الأرض وفي أنفسكم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ينصر رسلا بغير إن الله قوي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من ابتغاء رضوان الله فما رأوها أثر آياتها لكن الذين آمنوا بالمجام كثير من الفاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وأنا لكم نورا مهدورا بي ويقبلكم الله غفور رحيم الله يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ما بعد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه ويشاء والله ذو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
تحرير رغبة من قبل هيا تمازل لكم تغضر فيما الله بما تملون قبل لم يجد صيام شرعين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله قبطوا كما قبط الذي من قبله ورسل الحياة بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحساب الله ورسوله على كل جهل أحضر ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما قالوا ثم يربعوا بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوح عن النجاة ثم يعودون لما نوح عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول عزوجا نبي وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بالبر والتقوى الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بالله إن جاء إلى دين الله وكره المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين وسلم الدرجات والله بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله ولي بما تأمرون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضي الله عليهم وهم يكفرون ولا منهم يلفون على الكذب وهم يعلمون أقلا وشديدا إنهم ساعة كانوا يعملون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين يا رضي الله عنه كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغذف في قلوبهم الرعب يحرقون بيوتا من خيل ولا رقاب ولكن الله يصمد الرجل على من يشاء الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فتولوا إن الله يزيد الإكرام للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم مساسة ومن يغير نزيد أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولا يشهدن أو من وراء جدار بأسهم شديدا تغزبهم جميعا وقلوبهم حتى ذلك بأنهم لا يعملون متصدعا من حجد الله يطلق الأنفاق يطلق على الناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو
السلام المؤمن المهيمن المجيد الجبار المتكبر سبحان الله ما يغيب اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا ربنا عليك توكلنا وإليك أنا وإليك كفروا ربنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين هديتم منهم مودة والله ودين والله ودور رحيم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أتبروا وتصدوا إلى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم لا يحكم بينكم فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين آمنوا مثل ما أنفقوا وأتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يصينك في معروف مبايعنا تبلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من عذاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم تبع لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا
ما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذهبوا مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومباشرا برسول يدي من بني إسرائيل ومن أظلم ممن افترى الله كريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة أيد الذين آمنوا على الدوام يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وعذابها في الظلام يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وما عند الله خير في الله من التجارة والله المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله وما يعلم إنك رسول يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم لن يقاتهم الله ولا يقاتهم وإذا قيل الأم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو يقولوا
استغفرت لهم اللهم استغفر لهم لن يغفر الله لهم الا الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله غير السماوات ولا الارض الا ترى فيه لا يفضون امرنا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله فيقول رب لولا أخذتني إلى أجل قريب فأسدها وأكون من الصالحين فلم يؤخر الله نفسا إلى أجل الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يدوننا كفروا وتولوا سمى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على ما يوم التغابر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول من كل وإنما على رسولنا البلاغ المبين لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تقوا وتزلوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندكم أجر عظيم أتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا ما يتبعكم أنفسكم ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون تغرض الله غضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم إذا دلغتم النساء فدلغوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأحضر من تسلى الذين على الله يجد بعد ذلك أمرا فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم أقيموا الشهادة لله
واقيم الشهادة لله ذلك يوعد بذلكم يوعد بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأعمال أجلهن أن يضن على اليوم يتغلى يتغلى ذلك من الله أنزله إليكم ومن يتغلى يغفر عن سيئاته ويعلم له كنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حملا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم ناكلهن أجورهن وأتمنوا بينكم بمعروف وإن أردتم فستطلعن أجورهن ومن قتل عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيأتي محمد عزيزا كأي من قرية أتت عن ربها ورسلها عذبناها إلى عذاب جديد وعذبناها عذابا نورا وغضب أمرها وعاقبت أمرها أعد الله لهم فاتقوا الله يا غير بعد ليها مروغة الأمر إليكم إلا رسول يطلب عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد عاد بكل شيء ما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم أهل الله لك تتغي وقال أحفادك الله بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عما نبأه قال فلما جاء قال نبأني الرليم خبير إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح أذا ربه أن دلغكم أيها دلغ أذا ربه أن دلغكم أذا ربه أن دلغكم أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وقودها الناس والرجالة عليها مرا تلك الدنيا حداد لا يصون الله ويقضون فعل مره يا أيها الذين كفروا لا تدلوا اليوم أنا ما أهل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أهدنا نورنا وبلنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد كفار أمرا بالإرعان ذلك يوم ما أهدنا وبسلمه حرم الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فهانتاهما فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا فنجني من دراها مريم ونجني من أغاضي العائلين مريم ابنة عمران التي حصنت فرجها فنفخنا في من روحنا حصنتها بكلمات ربها وكتبه وكانت للوالدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبع سماوات طباقا في غد الرحمن من تقاه بالفرج البصر أبطل من خطور مرج البصر ورحمه إليك البصر بمصابيها وجعلنا أرجل من الشياطين عادنا وحلا والصعيد وحلا أبو جهنم وفي شر مصير يا سمعوا لا شيء ويتفور أكاد التميز من الغيب قل يا فيها فرج مسائل وحزنت لم يأتكم نذير فلا قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق إليه النشور أمنتم من في السماء يصرف بكم الأرض بيدا يهتمون أمنتم من في السماء يرسل عليكم عاصما ويستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين ما قال لي قريبا طير فوقهم ويبيض ما ينجبون إلا رمى إنه بكل شيء بصير هذا الذي هو جند لكم يخلق من دون رمى يتعبرون إلا في قلوبهم أمن هذا الذي يرزقهم من أمسائهم والمجود في رتب والنفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي يمشاكم وجعل لكم مسمى هو الذي ذرأكم من الغيب وإليه ترجعون قل هذا قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة مسيئة وجود الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله وما يأوحي معكم إنجيل الكافرين من عذاب أليم إن ربك هو الله من بعض العزبين وهو الله المتدين ولا تضر كل الله بمهيم وتشعي بنميم منع لغير مجد نظيم يتل فذلك سليم كان ذا مال وبنين لا تضيع عليها حياة الأبى على صعد الأولين سنسبها الفردون كما بلوناه
وغمرت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عجرة كما ويومئذ ثمانية يومئذ تعرضون أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول وأمره بدارية حبيب من حسابية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي يا رجل مع حسابي يا ليتني ماضية عني مالية عني سلطانية وقلت بسم الله الرحمن الرحيم سال سال على الضامر ليس الأوتاد من الضائر تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدر وصير بصرة مضر وميدا يوم تكون السماء يوم تكون الجبال لا يسأل
عبد المجرم لا يقتدي من أدار يومي ببني صاحبتي واخي فصيلتي التي تبوي من الجميع تمني الله إنها بلا أتل الشباب من البلا وتولى عدورا عند الأنصار ولغا الله مسع شر جدنا وإذا مسع غير من إلا المصلين الذين رأى صلاة دائم والذين في أمال حق معلوم السائر المحروم والذين يصدقون بيوم الدين من عذاب ربهم المشغول إن عذاب ربي غير مأمون والذين هم للفروج حافظون إلا على أزواجهم وما مات دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تجد ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه زمان كل مجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا No.
فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جود ربك إلا هو وما هي إلا بجهل البشر والله والقمر والليل يا تباب الصفر إذا أصغر إن هذا يد القمر الذين للبشر أمامكم أن يتقدم أو يتأخر والظالمين على
وإذا النجوم طمست وإذا الجبال نصبت وإذا اليوم جلت ليوم أدري وين اليوم أدري على من فيك الأولين ثم نذر اليوم يا أوهام جعلنا فيها رواسي أنا عزيناكم أفرادكم يا غير المهدمين انطلقوا يا أهل المهدمين لا يغير لا بشارع وقضب زيتون ونعلم غربا وما قادر اللهم
تعلق مريم حق فإذا ذات الصاحة يوم يفر المرء من أخيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله
الواجب الصابع كل نصيب أبا عليها صاحب ما هو ولغ بما أن دافع من صلب الترائب على هدي العالم يوم طب الصلاة ما لو ما هو جبنا نعصيب السماء يا دي الأرض يا دي صد إنه لغار خص وما هو يهدي يجد كيدا في كيدا أهل الكافر الأمر سبح اسم ربك الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى أخرج المرعى جعله لا هوى لا تسرى ما شاء الله إنه يعلم الجرى ما يخفى ويسر يذكر إن بعد ذكر من يمتع يرتدم موهبة تشخص ما أقول الله يموت يا رايا يا أقف لا عند ذكاء ولك نسمع يا لاغية جارية مرفوعة فوضى النمارق مسرور سرابي أطرى ينظرون إلى السماء كيف ربع الجبال كيف مصر كيف صدع إنما تذكر نستعد لمصيد تولى وكفى يؤدب الأمر على فلا يا لهم الرحمن الرحيم والفجر والليالي مع عشر الشفع والليل يا سيدي قسم لجيلك يا ربي رمال يا العباد من الله العباد يا مصطفى العباد ذي الاركان اقتروا يا بزار وصبح عليك وصلى عليك ربك على الانسان اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونطعمه فيقول ربي يا رحمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رضا فيقول ربي يا رحمن فاما من لا يكرم اليتيم يحب هذا المسكين لا أصلح لها وما لقد خلقنا الإنسان في كبد ويحسب الله يغفر عليه يقول هل أنتم على اللدى أيحسب أن لم يروا أحد له عينيه وجبتيه يديه بسم الله الرحمن الرحيم والله
الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فأقهر وأما بنعمة ربك فهدى لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ليس الله لا كم يا حبيبنا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يريك الله لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاضية فليدع ناديه سلم الزبانية على ما تدع وسجد لله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ما كل أمر سلام يا دار الخير يكن الذين كفروا من للكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن رضي أحبه لا إله إلا الله. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن أبا منك وإن الله دين لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم الغارعة ما الغارعة وما أدريك ما الغارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتقوم الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي النار الحامية الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة النار المسدد في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم برجالة من سجين فأصل المأكول لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أعطاهم من جهد وأمرهم من خوف لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الغاهون لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأرنا شانك الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله الرحمن الرحيم تب جدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمارة الحطب يجيد يا حبل من مسج لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام وسلم على حبيب محمد عليه السلام بدأت باسم الإله الذي الرحمن الرحيم مفرج كربنا اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام إلهي بدأنا تفريج الكروب بعد عسر يسرا فرج كربنا اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام إلهي اكفينا شر الظالمين وخيب عدوا فرج كربنا اللهم صل وسلم على حبيب السماء علينا مدرسة اللهم صل وسلم على حبيب محمد حددنا من مال بنين ويا دار جنات فرج كرب وسلم على حبيب محمد عليه السلام كيرم فرج كربنا نار الجحيم كربنا اللهم صل وسلم على حبيب الله ألغينا لواء الحمد غدانا محمودا اللهم صل وسلم على
حي وميت فرج كربنا حبيب محمد عليه السلام مولانا شفيع الدارين فرج كربنا اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام وصل إلهي على الهاشمي وآلي وصحب فرج كربنا اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام وصل وسلم على المصطفى رسول كريم من سيد الورى اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى أسألك إني إسلام ليك يلو غرور كينا لو جنن أهيسي محمد يا رسول الله صلى الله بنانك لا صبح غنى باغين كوي بنشين الينا ارتبوب بشير نور بصير قربنا محمد يا رسول الله صلى الله تلقاك جلائل قدور سنادا تلغين تهدي دماتك تقعيا محمد يا رسول الله صلى سيداو دان هاي سيدكينا اللو كيلو صغير سكرات الموت كي اسواشي صغيرات كي سيفا يسهلو قموتي محمد يا رسول الله صلى الله